السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بغي نقدم معكم واحد الحلوة اللي هي بسيطة وسهلة، ما كتحتاج لا فران ولا عدب ولا حتى شي حاجة، ما فيها لا دقيق ولا بيض ولا حتى شي حاجة، في المتناول ديال الجميع. الإنسان اللي ما دارش الحلوة ديال العيد وخا جلست لآخر لحظة يمكن يوجدها، ودغيا كتوجد إن شاء الله. المقادير اللي عندنا هما هادو. عندنا بيسكوي اللي طحنتهم قبل، انا هنا هاد الكميه عطاتني درت فيها واحد 5 د البسكويات بحال هادو، 5 اللي درت، ودرت عندي الشوكولات اسود، خصنا يكون من نوع جيد. انا درت هاد الشكل هذا اللي خاص بالحلويات، راه كيكون عريض، كيكون زوين. والحليب محلى مركز، عندي هاد لي مول ديال السيليكون، عندي هاد الشكيلات هادو، عندي هاد جوج الشكيلات، هذا ديال الورده وهذا الشكل ديال القلب. المهم هاد الحلوه راه يمكن لكم ديروها بسميتو، يمكن لكم اللي ما عندكم هاد سميتو ديال السيليكون، يمكن لكم ديروها غير كويرات هكا وديروها في القاغيط وديروا تدخلوا عليها الشوكولات. دابا نبداو على بركه الله ندوبوا الشوكولات ديالنا. ديما الشوكولاته البنات نطيبوا الماء طايب مزيان، ما نديروش فوق العافيه باش ما يخسرش لينا، دائما نطيبوا الماء طايب ونديروه في حمام مريم كما كتشوفوا، ونبقاو نحركوا فيه حتى كيذوب لينا الشوكولاته ديالنا كما كتشوفوا. باش ينجح لكم الشوكولاته شحال من واحد يقول لك الشكلات ما كينجحش ليه ولا تيتحبب ليه ولا سميتو، هو ما نديروش فوق النار، هو نديرو دائما نغليو الماء ونديرو الشكلات ديالنا دماغي كما كتشوفوا. بحال هكا هو راه دابا كيبان لكم كيذوب، كيبان لكم شفتوا. بالنسبه لهذا تحاولوا ما امكن ما يطرش لكم الماء على الشوكولات، حيت الا طار لكم الماء على الشوكولات كيتجمع وكيجي شويه بحال كان محبب كما كتشوفوا، هو كيدوب بسهوله. كما كتشوفوا هو الشوكولات ديالنا دار، كيبان لكم شوفو كي كيجي راه ما محبب ما حتى شي حاجه. بالنسبه الى تحبب لكم ولا تجمع لكم، يمكن لكم ديروا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه وعاودوا تحركوه، راه غادي تحل لكم الشكلات ديالكم، يرجع بحال هذا على هذا الشكل هذا. دابا نخلطوا نسلي ديالنا، نخلطوا البسكوي بنيسلي، نبقاو نضيفو الكميه شويه بشويه حتى كيتجمع لينا. نبقاو نخلطو هكا ونزيدو حتى كنشوفو البسكويت جمع مزيان صافي. ما كتشوفوا البسكويت ديالنا بعد ما جمعناه بالحليب مركز وحلى كيجي لهاد الشكل، انا راه جمعته كملت الجمع ديالو بيديا، جمعته مزيان. دابا ناخذوا
المول ديالنا كما كتشوفوا. كناخذوا الشوكولا ندير واحد الطبقه هي الاولى ديال الشوكولا كما كتشوفوا، نبدا معكم ونحاولوا هاد الجناب كاملين نلبسوهم هكا الشوكولا ديال القالب كما كتشوفوا. نديرو لهاد الشكل، انا ما عنديش البانسو داك الصغير باش سميتو، انا كنخدم غير بمعلقه معاكم، يتلبسو كاع هاد الجوانب كاملين. كنديرو تقريبا الكميه تكون تقريبا متساويه، ما كيبان لكم في الصوره، كنتمنى يبان لكم بحال هكا. هاد الجوانب كاع كاملين لبسوها الشكلاط، المهم غنبقى على هاد الشكل هكا حتى كنسالي المول ديالي نعاود نتلقى. اليوم دابا من بعد ما درنا الطبقة الأولى ديال الشوكولا كما كتشوفوا، لبسنا كاع الجوانب ديال القلم، نديرو في التلاجة واحد 5 دقايق بتفراسو شوية ونعاود نتلقى إن شاء الله. كما كتشوفوا هما بردوا بعد ما درتهم واحد 5 دقائق في الثلاجه. كوات هاد العجين ديالي كناخذوه كنبركو عليه بحال هكا، الا كان كثير نحاولوا نقصوه، نبركو عليه هكا في وسط المول باش يشد لينا الشكل ديال القالب. زيد الثاني ثاني كما كتشوفوا ونضغط عليه هكا، الا كان كثير كما قلت لكم تحاولوا نقصوا حتى كيشد لينا الشكل. دابا غادي نعمر معكم هادو اللي قادين، دابا غادي نعاودو نرطبهم بالشوكولا. نغطيو عليهم حتى ما يبقاش يبان، ما تبقاش تبان لينا والحشوة كما كتشوفوا. هاد الحلوة راه عزيزة على الدراري الصغار بزاف حيت فيها الشوكولا زوينة وراقية، لا في الشكل ولا في المذاق، دغيا كتحضر ما فيها حتى شي عذاب ما فيها حتى شي جهد. المهم غنبقاو نستمروا على هاد الشكل هذا، نبقاو نعمروا هاد الليمون ديالنا حتى هما حتى الاخر. انا غير وريت لكم الشكل النهائي ديالهم، ومن بعد نديروهم في الثلاجه واحد 5 دقائق عاوتاني يبردوا ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات، هي من بعد ما بردت الحلوه ديالنا في الثلاجه نحيدوها كتشوفوا كتحيد بكل سهوله. هي كتعجبها هاد الشكل زوين، الشكلات ها هو كيلمع، كتجي رائعة في الشكل ولا حتى في المذاق.
كتحيد بكل سهولة. المهم البنات الحلوة بعد ما بردات في الثلاجة كتجي هذا الشكل، كتجي رائعة لا في الشكل ولا في المذاق كما كتشوفوا. انا صايبت هاتي هذه اللي داري على شكل بردة، درت فيها العجينة هكا في التحت، ما درتش الفوق والتحت كيف ما درت في هذا الشكل ديال القلب. شوفي كتجي زوينة وراقية لا في الشكل ولا في المنظر. حتى هذه كذلك درت لها نفس الشكل، غير هذه درت لها الحشوة، درت لها هيرلي سنيت، درت ليه زدت ليه شوية الكاكاو وش ما يصيب نسلي بحالي نفس الحشوة اللي درت فيهم كاملين، ودرت ليه الشكلات البيض كما كتشوفوا راقية. وشوفوا اللمعان ديال الشوكولا كيجا كتجي راقية وزوينة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. مهم هذه قطعناها كتجي من الداخل على هذا الشكل، هل هكا كتجي كتشوفوا كتجي فيها الحشوة على هذا الشكل من الداخل، كتجي زوينة كتجي راقية وفيها لا مجهود ما فيها حتى شي حاجة. وتمنى الإعجاب ديالكم ان شاء الله، والله يبلغكم ليلة القدر ان شاء الله، والله يدخل عليكم العيد يا ربي بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي ان شاء الله.